الذين ضلوا في هذا على فريقين، فريق النواصب وفريق الروافض، فريق النواصب وفريق الروافض. الروافض يكفرون الصحابة ولا يستثنون إلا أهل البيت فقط، علياً وذريته والأئمة الاثنى عشر كما يقولون، يكفرون الصحابة، أو يكفرون الصحابة إلا أربعة من الصحابة، علي وأبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود، يقولون هؤلاء ما كفروا والباقين كفروا والعياذ بالله. هذا مذهب الخوارج، يغلون في علي رضي الله عنه ويقولون إنه هو الوصي بعد رسول الله، وأن خلافة أبي بكر باطلة وظلم واغتصاب، خلافة عمر وخلافة عثمان كله ظلم واغتصاب، والخلافة لعلي، هكذا يقولون ويكفرون الصحابة. هذا مذهب الروافض.